أطلب الخير لكل من يتابع شرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. دائما دعواتنا نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف نعبر هذه الأزمة الصعبة. مرحبا رأفت. مرحبا أزل، مرحبا متابعي قناة الشرقية. حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، راح نتابع مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة، لكن بعد الفاصل. طبعا البداية نذكركم بطرق التواصل ويانا عن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة، اللي يحب يتواصل من خلال هذا الرقم رسالة مختصرة بها المعلومات الكاملة. إذا كان هناك مقطع فيديو أو صور توضح المشكلة يا ريت يتم إرسالها حتى يتم عرضها ضمن فقرة عيون المدينة. فيسبوك وتويتر اللي يحب أيضا يتواصل ويانا من خلال هذين الموقعين، والنشرة الكهربائية اليومية وساعات تجهيز الكهرباء الوطني في عدد من المدن العراقية. وننوه دائما نحن لا نرد على الرسائل كتابة، ويا ريت مباشرة ترسلون الرسائل، يعني اكو ناس جاي تطلب من عندنا ممكن ارسل مشكلتي؟ نعم ممكن مباشرة ترسل مشكلتك مع صور مع عنوان مفصل حتى يتم ارسال ما هو مهم ويحتاج الى متابعة الى مراسلينا، والبقية يتم عرضها ضمن فقرة عيون المدينة. إذن نبدأ من أخبار المدينة، والكل يعرف أنه موجة من الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة تجتاح أغلب المدن العراقية، ومنها من الشمالية إلى الجنوبية، ومما تعرضت الأكثر إلى أشياء يمكن دمرت الكثير من الأشياء، خاصة هي مدينة كركوك. مدينة كركوك يمكن تعرضت لأكثر من حدث، خاصة مخيمات النازحين، لأنه النازحين الكل يعرف أنهم ساكنين بخيم أغلب المجمعات أو أغلب الأماكن اللي هي خاصة لواء النازحين هي من الخيام، ونشوف عن الخيام بهذه الصور كيف دمرت بسبب سرعة الرياح والأمطار الغزيرة، وإصابات كثيرة يمكن تعرضوا لها كثير من النازحين في مجمع ليليان بكركوك. مثل ما تعرفون أنه كل المدن العراقية أو أغلبها أنه اجتاحتها هذه الموجة، ومنها بغداد تحديدا اللي دعت أمانة بغداد الأهالي أخذ الاحتياط احتياطات اللازمة من أجل استعداد لاستقبال هذه الموجة الممطرة اللي يمكن راح تستمر يوم الاثنين اللي هو اليوم، وأيضا يوم غد الثلاثاء. احنا نتمنى السلام للجميع، وإن شاء الله يا ربي أنه تكون الجهات المعنية بأمور النازحين تتخذ الإجراءات اللازمة وتروح وتخلصهم من هذه العواصف وهذه الأمطار، اللي حتى مع استقبال فصل الربيع أنه ما خلصنا من عدها، وبقت معاناة النازحين بفصل الصيف وفصل الشتاء بكل فصول السنة. احنا نتمنى أنه من الجهات المعنية أنه تسرع بإنقاذ النازحين من مخيماتهم، وتخلي لهم أنه أماكن بديلة، قد تكون جوامع، قد تكون دوائر ما معمول بها، مثل انه في كركوك اكثر من مستشفى شفناها عاطله عن العمل. خلي يا ريت انه يخلوهم بهذه الاماكن حتى يبتعدون عن هذه الموجه الغزيره من الامطار والرياح الشديده. طيب اذا هي موجه من العواصف وتغييرات الجو هي كل سنه تصير، لذلك يعني نتمنى من الناس تكون اكثر حذر. احنا اللي اليوم ساكنين في منازلنا شعرنا فزينا اليوم على صوت العواصف، الله يساعد المخيمات او الله يساعد النازحين اللي للأسف يعني أكيد فزوا على أنه خيمهم طارت. وضع مأساوي، وضع أو مأساة جديدة تضاف، يمكن هم ما صدقوا أنه إجا فصل الربيع حتى يتم تغيير الجو، لكن للأسف هذه التغيرات المناخية هي دائما يعني تصير في فصل الربيع. احنا حتى نعرف تفاصيل أكثر عن هذه القضية انضم معنا مراسل الشرقية سلام جمعة حتى يحكي لنا. احنا شفنا صور مؤلمه حقيقه من كركوك، وخاصه في المخيمات هناك وضع انساني يحتاج الى متابعه من قبل الجهات المعنيه. مرحبا سلام. مرحبا سلام. مرحبا رافت، اهلا وسهلا. حياك الله. سلام، اليوم يعني كركوك شهدت حالها حال بقيه المدن، عاصفه قويه جدا، لكن احنا عيننا اكثر شيء على النازحين اللي هم حاليا يسكنون في خيم، اللي خيامهم طارت حسب ما موجود عندنا احنا في الصور. اوصف لنا حالتهم ووضعهم، ولمن وجهوا نداء انساني من اجل انقاذهم. تفضل. يعني بالتاكيد يعني وضع النازحين، احنا قد ما نقدر نوصف وضع النازحين مستحيل ان نوصف اللي حياتي اللي يعيشونها، خاصه لهذه الساعات هاي اللحظه. الان
بهذه اللحظه بهذه اللحظه بهذه الدقيقه النازحين في العراء. اغلب الخيم في مخيم ليلان، في مخيم يحيى اوى، في مخيم نزار اوى، هذه المخيمات الثلاثه الموجوده في كركوك التي تم تبنيها من قبل الامم المتحده والمنظمات التركيه من النازحين، الان اغلب المخيمات هي تطايرت. اليوم النازحين يعيشون في وضع جدا صعب. بهذه اللحظة لحد هذه اللحظة هناك أمطار غزيرة وعواصف في وخاصة في المناطق اللي هم يسكنونها، يعني هم يسكنون يعني شرق المدينة ما يقارب 20-25 كيلو متر شرق المدينة، دائما يكون المنطقة الصحراوية هي تتعرض إلى رياح سريعة أكثر من داخل المدينة، صح. هناك مصدات داخل المدينة، هناك عمارات، هناك منازل سكنية تصد بعض الرياح، ولكن يسكن في العراء يسكن في المناطق الصحراوية يكون يواجه خطورة أكبر من داخل المدينة. طيب. الحل الوحيد أزل للنازحين، الحل الوحيد للنازحين يجب يكون هناك تشكيل خلية أزمة طارئة لعودة النازحين من أهل صلاح الدين وأهل ديالى وأهل الأنبار. يجب عودة النازحين يعني بأي طريقة، يعني صعب الوضع النازحين يكون على هذا الوضع ويعيشون هذا الوضع، يعني سنتين مرت عليهم كل النازحين كانوا يتأملون بين هم شهرين أو ثلاث شهور يرجعون لديارهم. اليوم صاروا سنتين أزل يعانون نفس الوضعية هذه. طيب. الحكومة المحلية في كركوك ما تقدر تقدم لهم شيء، يعني عجزت الحكومات المحلية اللي هي تمثلهم الموصل والأنبار وصلاح الدين وديالة ما قدمت لهم كل شيء حتى اليوم، كيف اليوم إدارة كركوك يعني تقدم لهم طيب مساعدة. سلام، يمكن عودتهم هي الموضوع، أنه حالة طارئة اليوم صارت، عودتهم صعبة جدا يعني يحتاج لها إلى أيام. هل هناك يعني هسه حاليا هل هناك نداء استغاثة لي يعني مثلا لجلب خيم جديدة لإيواءهم إلى أماكن آمنة؟ هل هناك تحرك من قبل أي جهة كانت من أجل يعني ترك الصحراء وإيواءهم إلى أماكن آمنة؟ هل هناك تحرك؟ يعني للأمانة يعني إدارة محافظة كركوك اليوم من الصبح شكلت يعني خلية أزمة وذهبت يعني أرسلت لجنة للمخيم، وأيضا مدير دائرة تجربة المهاجرين سعد عمار كان من الصباح لحد قبل ساعة كان اتصال مع ويا سعد عمار هو موجود في المخيم، ولكن ما يقدرون يقدمون أي شيء، يعني صعب التخزين، شلون يخدمونه؟ راح يخدمون خيمة أيضا راح نحطين مرة ثانية، يعني أجل الوضع النازحين في الصحراء صعب، يعني مو مال خيمة، مو مال موضوع يعني أن يجيبهم يطلعهم ثاني يوم نرجعهم، موضوع يعني اليوم النازحين كانت هناك اتصالات يعني مكثفة معهم من الساعة 4 عصر هذا اليوم، أغلب الناس النازحين يطالبون بالعودة حتى يقول لك أنا أقعد ببيتي بالرمادي أو أقعد بدياله أو أقعد بصلاح الدين، أقعد بخيمة ببيتي هناك افضل ما انا اقعد في هذا المكان بخيمه، يعني قاعد في خيمه ولا قاعد في خيمه، يعني اغلب النازحين اللي يطالبون بالعوده، يعني هي مشكله الحل الوحيد للنازحين هي العوده لديارهم باقصى طريقه. عسى ولعل ان تكون هذه يعني هذه الاجواء او هذا المناخ او تغيير المناخ هي ايضا تشجع المسؤولين لعودتهم طالما هناك صار تحرير ويقدرون يرجعون. طيب بشكل عام حاليا العاصفه هل هدأت في كركوك؟ يعني احنا جايين نشوف ايضا صور مو من خارج يعني المخيمات، وضع كركوك بشكل عام يعني هل الحياه طبيعيه لو لا؟ يعني اغلب المدن لم تكن الحياه طبيعيه اليوم. اذا انت ذكرتي اللي قاعدين ببيوتهم اليوم عاشوا في رعب، صدقيني في داخل المدينه اليوم، في داخل مدينه كركوك اليوم، داخل كركوك بلديه كركوك دخلت في حالة انذار بسبب العواصف، هناك أشجار، هناك سقيفات، هناك سيارات، هناك مظلات، تم عليك ما تشوفها كلها تطايرت. صح، شفنا يعني أغلب المظلات، أغلب السقوف، يعني المسقفات اليوم تطايرت بسبب الرياح العاصفية، ما زال لحد هذه اللحظة وأني موجود في الحال حاليا أنا موجود في الشارع، العاصفة مستمرة والأمطار مستمرة والنازحين أزل في خطر، صدقوني النازحين في خطر خاصة في هذا اليوم، يعني من الصبح لحد هذه اللحظة للمعلومة النازحين اليوم ما داوموا مدارس، اليوم النازحين في المخيمات مالتهم مدارس، كل الخيمات المدارس مالتهم تطايرت، اليوم انحرموا من الدراسة يوم كامل، انحرموا من الدراسة واحتمال باكر ينحرموا من الدراسة وبعد باكر ينحرموا من الدراسة، هم محرومين من حياتهم، يعني الله يساعدهم. نشكرك احنا سلام جمعة مراسلة الشرقية في كركوك، ويعني نوجه احنا نداء استغاثة لكل من يستطيع مساعدة النازحين في المخيمات، إيواءهم او على الاقل ارسال خيم، ارسال يعني ما اعرف اغطية من اجل انه يمر هذا اليوم بسلام. احنا نعرف انه الموضوع ليس بالسهل لكن هو ليس بالمستحيل.
نتمنى التعاون والتكاتف من الجميع من اجل ايوائهم باسرع وقت ممكن، وان شاء الله عودتهم باقرب فرصه. واحنا صار لنا يعني سنين نقول ان شاء الله يرجعون، وللاسف ماكو تحرك جدي من قبل المسؤولين. صعب ان يمرون بمثل هكذا موقف حاليا هم يعيشون. احنا بمنازلنا، وارجع مره ثانيه واقول انه احنا كل ساعه خايفين من انه يصير فد شيء. ما بحال واحد بالصحراء يعني عايش بالصحراء ويشوف خيمته تطير واغراضه تتطاير. الله يساعدهم ويكون بعونهم، وان شاء الله يعني الفرج قريب ان شاء الله. هو الموضوع انه من اولى ساعات الفجر لهذا اليوم لحد هذه اللحظه ما شفنا ولا مسؤول ولا وزاره الهجره ولا اللجان اللي خاصه بامور النازحين طلعوا وصرحوا وانطوا فتح حلول حتى يحاولون ينقذون بها النازحين اللي ساكنين في العراء. واحنا شفنا بالصور، واكيد سلام تحدث عن وضع النازحين في كركوك، يعني اكيد النازحين في بقيه المدن العراقيه وبقيه المناطق ايضا صابتهم هذه الاذيه وصابتهم هذه وصلت لهم هذه المشاكل بسبب موجة الرياح الشديدة وموجة الأمطار الغزيرة. أيضا بسليمانية خبر أنه 8 إصابات في غرفة الكادر التدريسي والطلبة نتيجة سقوط مدرسة للنازحين في مخيم آشتي بمحافظة السليمانية بسبب سرعة الرياح وغزارة الأمطار. هذه أيضا مدرسة في سليمانية في مجمع آشتي أنه تعرضت لسقوط، أنه صار سقوط بالغرفة اللي ساكن بها الكادر التدريسي أو غرفة جلوس للكادر التدريسي وبها 8 إصابات أيضا بسبب الرياح. يعني النازحين إحنا صار فترة يمكن من أول ما بدأت أزمة النزوح لحد هذه اللحظة نداعي ونطالب ونتمنى أن يكون أكو حلول جذرية لأمور النازحين وتخلصهم من معاناتهم. معاناتهم لحد هذه اللحظة مستمرة، وأكيد أنه راح تستمر لأنه مدام الحكومة عاجزة عن تقديم الحلول الجذرية لعودة النازحين إلى أماكنهم فأكيد أنه راح يبقى وضعهم مأساوي. يعني بسليمانية بعض المجمعات ايضا اللي هي خيم، يعني حالها حال الخيم اللي موجوده في اربيل بحركة ايضا بها مشاكل كثيره لانه سرعه الرياح كانت شديده جدا، وخاصه بالمناطق الشماليه انه شفنا انه ولا خيمه بقت ثابته بمكانها. اما انه بقيه النازحين اللي عايشين بالكربانات ايضا حالتهم مأساوية جدا. نتمنى انه من الحكومات المحليه ومن وزاره الهجره من اللجان اللي خاصه بمجلس النواب العراقي اللي تتابع دائما قضايا وامور النازحين انه تعتني بشكل كبير جدا وخاصة في هذه الأيام حتى أنه على الأقل أنه تخفف من معاناة النازحين، لأنه إحنا ما عايزين أنه خسارة جديدة. أكيد أنه بهذه الرياح أنه كثير من الأعمدة اللي راح تتساقط، وأكو أطفال وأكو ناس يمكن نايمين جزوة ونايمين يسقط عمود الخيمة ويؤدي يعني بوفاتهم. نتمنى أنه تكون هناك حلول سريعة من قبل مجالس المحافظة ومن قبل اللجان المختصة حتى يحلون موضوع النازحين، لانه احنا قد ما نحكي عن النازحين فهم معاناتهم باقيه ومستمره ولا انه راح نشوف حل قريب لها. يمكن البعض راح يقول انه هذا متفائل انه ما تنحل، اذا يتفاول انه ما تنحل قضايا النازحين، لكن انه صدقوني ما دام انه اكو اهمال واضح وصمت واضح من الحكومات المحليه والحكومه المركزيه ما راح انه نقدر نحل ازمه النازحين. طيب ايضا نروح ننتقل الى عيون. نعم، العيون الثانية اللي هي راح نروح في بغداد المنصور. اكو يمكن البارحة سولفنا بموضوع انه الأغطية الخاصة بالمجاري الرئيسية في الشوارع الرئيسية وبعض الأزقة، يمكن الحادثة اللي خلت انه نفتح هذا الموضوع، ونحن دائما نحكي بمثل المواضيع، حادثة الطفل اللي سقط في احدى مجاري منطقة الصلاح ببغداد، وبعدين انه ولد عمه رادوا ينقذونه، فعائلة خلال يوم واحد خسرت 3 نفرات واكيد انه 3 أشخاص، لكن انه اليوم ايضا امام قسم النظافة التابع لأمانة بغداد بالمنصور أنه هذه الصورة اللي راح نشاهدها غطاء المجرى مفتوح، وما يعرفون أنه الناس اللي اشتغلت بهذا المجرى أو اللي قامت بصيانتها أو تنظيفها تركوا الغطاء مفتوح وغادروا مكان العمل. احنا نرجع ونقول يابا أنه أمانة بغداد، دوائر البلدية، دائرة ماء ومجاري بغداد، يا ريت يكونون مهتمين بغطاء المنهولات حتى انه ما تسبب بنفس المشكله اللي صار تعرض الطفل بسقوطه ويمكن فارق الحياه بسبب انه سقط في هذه المجرى او الغطاء المفتوح. يا ريت انه يكون اكو متابعه من امنه بغداد، من دوائر البلديه، من دائره الماء والمجاري لهذه الامور. ما نريد انه نشوف حوادث، ما نريد انه نسمع بمشاكل بسبب هذه الاغطيه. شاهدنا انه فيديو بالايام السابقه انه في احدى الدول الاوروبيه شلون يقومون بتجديد وصيانه غطاء المنهول وشلون يساوونه بشكل جميل. احنا هسه ما نريد الهندسه بشكل جميل، على الاقل انه غطوهن
بغطائهن المخصص لهن حتى انه الناس ما تتعرض لسقوط بهذه الحفر المجار، ويا ريت انه يكون اكو انقاذ سريع للي يسقط، لا يمكن لا الدفاع المدني ولا الدوائر المعنيه انه لها دخل الا بعد ما انه توصل مناشدات وشكاوى كثير من المواطنين، يلا عود يجون يتدخلون ويقومون يبحثون عن الجثث اللي موجوده داخل المجاري. نتمنى انه يكون اكو حل جذري لهذا الموضوع، وما نشوف في الايام القادمه مشاكل تخص امانه بغداد ودوائر البلديه اللي موجوده في بغداد. طيب نروح الى موضوع اخر، يعني وصلت لنا شكاوى كثيره او مناشدات او رسائل تسالنا انه في الاقليم هناك خاصه السيارات اللي هي الخاصه بالنازحين او الوافدين، اي اللي رقمها تحمل ارقام ليست في الاقليم. وصلت لنا منهم رسائل يقولون بدت يعني المرور في الشوارع يقصون لنا وصل وما نعرف وين نروح وشنو هذا الوصل وليش. فاحنا يعني حتى نعرف تفاصيل اكثر عن هذه القضيه رحنا زرنا مديريه المرور في اربيل وعدينا تقرير خاص عن القضيه حتى نعرف، حتى الناس ايضا الموجودين في اقليم كردستان وخاصه في اربيل يعرفون هذه الاجراءات. طلعت هي اجراءات تنظيميه من اجل معرفه عدد السيارات وشكلها ووضعها، وايضا انه الناس ما تعرف انه في الاقليم هناك قانون لكل المخالفات المرورية. نعرف احنا في بقية المدن العراقية كل واحد بكيفه، انت تجتاز إشارة، انت تعبر من غير طريق، تخالف الإشارات المرورية كلها يمكن شوية نوعا ما تمشي في بقية المدن، لكن في الإقليم هناك من يصور، هناك من يتابع، وأكو قانون. لذلك هناك أكو كثير من يعني المشاكل أو المواضيع المتعلقة بهذه القضية الناس هي ما تعرفها. احنا راح نتمنى من كل السواق اللي عندهم سيارات سواء رقمها سواء من النازحين او الوافدين، وهذه نقطه كلش مهمه انه اكو ناس قالت فقط احنا النازحين واكو ناس قالت لا الوافدين، هي لكل مركبه لا تحمل رقم يعني موجود في اقليم كردستان. نتمنى ان الناس تكون منتبهه وتعرف الاجراءات بالضبط وتروح تراجع مديرية المرور حتى يتم تثبيت أو إعطاء وصل ويتم تحركه بشكل سليم وصحيح في الإقليم. يوم جدة تمشي بإجراء خصوص الغرامات المالية، أنت جيت من كيفك لو انسحب من عندك إجازة أو سحبوا الإجازة السوق وقالوا أنا راجع للبلدة من البلدة حولون اللي جاي اي على مود الكاميرا على مود السرعه والهاي، وما ابي شيء نظام حلو، ماكو احلى من عند النظام، هاي متقبلينها هاي منتهين من عندها، بس مو وقتها هسه انا لان احنا تعبانين وضعيتنا تعبانه وما اعرف عن شو اقول لك. النوب تصور انه عليك حجم غرامات يعني نوعا ما هنا؟ والله ما اعرف، ما يعني شو اقول لك، ما ادري احنا راح نطب والله كريم. الله كريم، شلون اجراءات تشوفها بدها تمشي هنا؟ والله اجراءات هاي لازم يسرا واقفين بالسرا وراح نطب الحاسبه وعن ناس همينا تقريبا عن زين ويانا. يعني اجراءات سريعه؟ اي لا زين يعني، بس قلت لك والله مو وقتها هسه انا. عليه غرامات لو لا؟ والله بعد ما هاي المعامله عندي وجاد امشي على السرع على مود يشوف الحاسبه ايش تقول. الله كريم. عندك انت تتصور انه عندك مخالفات لا او انت جيت يعني اصلا يعني جيت سحبه من عندك مستمسك او انت جيت تراجع؟ والله سحبه من عندي اجازه مالتي جات السوق، بس اجراءات قانونيه محترمه يعني، انا يعني اريد البلد كله يصير نفس الاجراءات. يعني انت جاي ينظم لك الطريق، ينظم لك السير، يعني احنا مو يعني نتمنى كل عراقي يتوحد بهالشيء بهالقانون هذا التمام. وثانيا احنا ما يخالف مهجرين، المهجر يعني مثل ما يقول يمشي بنظام ويمشي بعدل وما يخالف بكل الدول، يعني مو بس احنا بس العراق. احنا مع هذا الاجراء، نظام حلو والامان حلو، بس اكو اجراءات معقده يعني يودوك لمديرية مرور عين كاوة وابو مرور عين كاوة يرجعك لهنا وتلقي سره هنا تلزم في ساعتين ثلاثه من الصبح وما يلحق اكثر. يفترض انه يفتحون منافذ اكثر من منفذ هذا اولا، اثنين المفروض يخلون الدائره كلها مكان واحد، بدل ما اروح العين كاوة اروح الدائره مثلا قد تكون بها الحاسبه المركزيه، حتى بدائره واحده اجي اشيك سيارتي وراها اروح ادفع غرامه واخذ سنويتي. فهذه الاجراءات ولا احنا مع 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 النظام. ثانيا يعني المفروض بهم انه ما يجمعوها خلال سنه او سنتين، هذا مهجر منين يجيب؟
اكو ناس طلعت عليهم 3 ملايين وطلعت مليون ونص وطلعت مليونين، ما يعرف اكو كاميرا، ما يعرف بالرمادي اكو كاميرا مال ترصد، ماكو بالرمادي. زين جي هنا على حاله جديده يفترض بيها ان تكون من البدايه، من اول جيت حتى يتخذ عبره وياخذ درس او يتأنى. احنا طرق ما نعرف بها، اللي يروح للشغلاوه يوميه ويرجع يمشي 100، هي بنيه محدده 80 او 70، فيفترض بهم ان يكون كل شهر بشهره للتلافي الاخطاء مستقبلا، ان تكون هاي انه كل واحد يراجع كل شهر مره او كل شهرين، يخلون فد سياق معين حتى لا تتجمع الفلوس. هذا نازح، هو راتبه 600 يطلع عليه مليون منين يجيب؟ سياده رائد، اريد نعرف فد موضوع اليوم بالشارع، يعني بمحافظه اربيل اكثر الناس اللي تحدثنا وياهم او اللي اتصلوا بينا قالوا انه اكو سحب لاحدى المستمسكات من قبل مرور اربيل، اللي هم يمكن المواطنين اللي هم من خارج الاقليم، يعني من خارج الاقليم من العراق او من الدول الاخرى، يعانون من سحب احدى المستمسكات. اريد نعرف تفاصيل حول هذا الموضوع، شنو السبب وشنو الاجراءات؟ طبعا احنا كمديريه مرور اربيل لاحظنا في الاونه الاخيره انه ازداد الطلب على شراء السيارات الغير مسجلة في الإقليم حتى من قبل مواطنين الإقليم، والسبب لأنه هاي السيارات لأنه ما مسجلة أصحابها يقدرون يرتكبون بها مخالفات مرورية مثل ما يريدون من غير ما يتغرموا. فإحنا كحل وسط لقينا لهذا الموضوع، لأنه طبعا مثل ما تعرفون كل ما ازداد عدد المخالفات المرورية المرتكبة كل ما ازداد عدد الحوادث المرورية اللي إذا تسجل وتصير. فإحنا اتخذنا إجراء وسط، والإجراء يكون على الشكل التالي: نرغم أي مواطن سيارته غير مسجلة في الإقليم، يعني حتى السيارات الأوروبية، حتى إخواننا الضيوف، ما نقول النازحين، ما يشعرون أنه هاي السيارة، طبعا هذا القرار بس يشملهم أو يشمل العرب حتى يكون شغلة واضحة، طبعا يشمل أي مواطن سيارته غير مسجلة في الإقليم. عندما نصادفه في عند مروره في أي مفرزة مرورية أو نقاط التفتيش، نأخذ منه أي مستمسك متعلق بالسيارة السنوية أو إجازة السوق، ونرغم أنه هذا شخص أو صاحب السيارة يراجع شعبة بطاقة المعلومات في مديرية مرور محافظة أربيل لمعرفة إذا كانت السيارة عليه غرامة أو ما عليه غرامة. إذا كان عليه غرامة لازم يدفع الغرامة ويختموا له الوصل ويكون كبراءة ذمة لهذه السيارة، وإذا ما عليه غرامة هم يختموا له الوصل يبقى يما، لأنه هاي مسوي براءة ذمة. وطبعا هذا القرار يشمل المخالفات المرورية المرتكبة من 2014 فما فوق، يعني 2013 و12 هاي ما تشمله. سيادة رائد، يعني هذه معلومة جدا مهمة انه التواريخ، لكن نريد نعرف فد فقرة انه اليوم هو اي شخص يعني من خارج الاقليم سيارته مرقمه، اذا كانت تركي او ايراني او بغداد او اي محافظة اخرى، راح يعني يدخل بهذا الاجراء، راح يضطر انه مثلا يسلم احدى مستمسكاته باحدى يعني المفارز المرورية، يعني كل السيارات حتى اذا ما كانت مخالفة مثلا؟ كل سيارة طبعا احنا ما نعرف، من نلزم اي سيارة بالشارع ما نعرف هذا مرتكب مخالفة لو ما مرتكب مخالفة، لانه المخالفات كلها مسجلة في قسم كارت المعلومات، كلها اندزل هناك وشعبة الكاميرات. فالمفرزة الاعتيادية بالشارع ما يعرفون هذا مرتكب مخالفة لو ما مرتكب مخالفة، بس ياخذون منه مستمسك وينطوه وصل، فيلزموه انه يراجع هذا القسم او هذا الشعبة، فمن يراجع هناك يعرف اذا عليه غرامة او ما عليه غرامة. اول ما يبدي المفارزنا بلدة، عندنا بلدة الشرقية والغربية، بلدتين عندنا باربيل، فبدون عفوا يحاسبون السواق، ياخذون من عندهم السنويه او الاجازه المستمسك اللي هم عندهم، فينطوهم الوصل يسوي لهم، يدزوا لهم وين؟ البلده الشرقيه او الغربيه حسب المكان اللي هم يعني واجبهم به. من هناك ينطوهم ورقه، ما ينطوهم الفورم، ينطوهم كبير يدزون علينا. من يجي علينا دائرتنا احنا، اول ما يجي يدخل على المدير، المدير ينطيهم موافقه. اكو قسم من عندهم يجون دفع ذاتي، من يجون دفع ذاتي من نفس المحاسه يعني، نعم، بدون ما يسحبون من عندهم المستمسك، يجون على المدير يشوفون اذا اكو غرامه او شيء، يعني سياراتنا عليه غرامه لولا، فمن يجون نفس الحساب اللي يلزمون بالشارع مثلا بالمفرزه، ويا هذول نفس الشيء. فمن يجي من احنا عندنا كمبيوتر، بس مال هسه حاليا عندنا مال 2014 اللي قبل حاسبه،
من يجي عند قبل حاسب اذا عليه غرامه اكو محاسب يروح يوم المحاسب يدفع ايش قد ما عليه غرامه حسب سرعته غرامه يبين. فاحنا بهالحاله ما عندنا فرق بين هذا كردي او هذا عربي، اي سياره رقم خارج الاقليم حتى يكون ايراني او تركي او اجنبي من اي دوله اللي ساكن باقليم كردستان احنا نتحاسب يوم المحاسب. حاليا فهمنا انه القضيه اكو كثير من الناس كانت خايفه ومتخوفه من الموضوع، وهناك اشاعات ايضا كثيره، يعني اعتقد صار الموضوع كلش واضح، هي قضيه تنظيميه واجراءات طبيعيه من اجل ترتيب الموضوع، ترتيب او تنظيم سيارات الوافده وسيارات النازحين حتى كل واحد يعرف وضعه. ايضا هناك قلنا مثل اكو هناك كثير من الناس الوافده او النازحه لا تعرف انه هناك قوانين تطبق بشكل صحيح في الاقليم، لذلك عليها غرامات كبيره وكثيره وهي ما تعرف بالموضوع انه لازم تروح تراجع. من شافت مديريه المرور انه الناس ما جاي تراجع وجاي تزداد وتصير ضعفها، فبدت يعني حتى ترتب الموضوع بدت تبلغهم عن طريق هذا الوصل وأبلاغهم لزيارة مديرية المرور أو الدوائر المرور اللي هي ذكرت في الاستطلاع حتى يتم حسم هذا الموضوع. أيضا هناك يعني رسائل بدت تسألنا كثيرة أو ناس بدوا يسألون هل الموضوع قابل أن يكون بالأقساط، لأنه توصل حتى أكثر من مليون ومليونين وثلاثة. مديرية المرور تقول ماكو أقساط عندنا، إحنا لازم أن يتم دفع المبلغ كاملا. أيضا هذه واحدة من المواضيع المفروض أنه كل النازحين والوافدين يعرفونها، وهي قضية تنظيمية. وإحنا حتى أمس حكينا بموضوع إجازات السوق في بقية المدن، الناس من ما يكون هناك قانون ما تطبق القانون وما تروح تراجع، لكن من تكون هناك محاسبة وهناك تشديد يلا تروح تفكر بمراجعة الدوائر الخاصة سواء مرور أو غيرها. نتمنى من الناس تكون متمسكة بالقانون وبالعكس ترحب بالقانون، لأن هذه كلها من أجل سلامة الناس سواء في الإقليم أو في غير مكان. يا ريت أنه كل المدن أيضا تحصي سياراتها وتعرف السيارات، لأن إحنا نعرف أنه أغلب التفجيرات أغلب المواضيع اللي جاي يصير هي يعني عبارة عن سيارات بعدين واحد يقول والله ما أعرف هاي السيارة منين إجت ومنين راحت. لذلك نتمنى أنه يكون هناك متابعة ومن الناس أيضا يعني تكون أيضا سلسة وتراجع وتخلص كل إجراءاتها الروتينية حتى يعني تستطيع أن تسير في كافة الشوارع في كافة المدن بشكل سهل ويسر. طيب. لن ننتقل لموضوع آخر، راح نروح لحملات المدينة، ونحن نعرف بين فترة وفترة أنه شباب يقومون بحملات طوعية من أجل مناطقهم ومن أجل سكان مناطقهم، لكن اليوم الحملة شباب من مدينة الحلة قاموا بتوزيع لافتات تحذيرية مرورية من أجل تخفيف السرعة لسائقي المركبات على الطرق الرئيسية في الشوارع العامة، وهذا أيضا احنا نشد على ايديهم ونقول يا ريت ان توصل رسالتكم لكل سائقي المركبات ليست فقط في مدينه الحلة بل في كل المدن العراقيه حتى انه نبتعد بعيدا جدا عن الحوادث المروريه اللي تصير، وكفانا الله واياكم شر هذه الحوادث. حمله حلوه، ويا ريت انه هذه الحمله ايضا تعمم على بقيه المدن العراقيه اللي بها اهمال من قبل مديريات المرور اللي موجوده فيها، لانه هذا الشغل على دوائر المرور هي تقوم به، هي اللي توزع لافتات، هي تخلي تحذيرات، هي تخلي الاشارات المروريه حتى انه السائق يعرف هذه الطرق انه ايش قد تمشي بها السرعه، مثل ما موجوده في محافظات الاقليم انه 60 و80 لكل شارع مخصص الى السرعه المحدده. يا ريت انه يكون هناك في المدن العراقيه مثل هذا القانون ومثل هذه اللافتات التحذيريه حتى انه نقدر نبتعد عن الحوادث، وكل السائقين يمشون بسير صحيح ومركباتهم تكون سالمه من الحوادث. رغم انه مو شغلهم لكن هو تحيه يعني للشباب. نبقى احنا ايضا في فقره حملات اهل المدينه، وايضا تربيه سامراء او مديريه تربيه سامراء قامت بحمله او حمله توعويه من اجل تعريف الطلاب، احنا راح نشوف مجموعه من الصور، تعريف الطلاب او الطلبه في والتلاميذ في المدارس على اهميه نظافه اليدين، وهناك يعني صارت مسابقه لطيفه لبسوا زي موحد، وايضا كانت هناك مسابقه لاجمل كيكه من صنع الطلاب، لكن الاهم من هذا انه اغلب المعجنات والحلويات حملت نفس الشعار اغسل يديك
بالماء والصابون. حلو انه احنا نوعي، لانه هسه حاليا اغلب الامراض انه احنا حتى عندنا يوم عالمي مخصص لغسل اليدين والنظافة، كلش محتاجينها في مدارسنا. للأسف نعرف أنه أغلب المدارس يمكن ما بيها حمامات صالحة ولا أكو مياه، لكن رغم هذا أنه إحنا نحرص على النظافة قدر الإمكان، لأنه أغلب الأمراض أو كثير من الأمراض التي تنتشر بالمدارس سببها عدم نظافة اليدين نتيجة المأساة الموجودة في المدارس، أو من يروحون طلعوا من منازلهم إلى أن يوصلون إلى مدرستهم هي يعني أيديهم بها الكثير من الفيروسات والميكروبات. لذلك حلوة الحملة، يا ريت أنه المديريات تقوم في مختلف المدن تقوم بمثل هكذا حملات توعية، أيضا تنشيط للطلاب، وأيضا لنشر فقرة جديدة. من الممكن أنه التلميذ أو الطالب يرجع البيت يقول اليوم تعلمت أنه نظافة اليدين شيء مهم، أو كذا قضية أو فقرة مهمة، يجوز هو يعلم أهله على هذا الموضوع. أيضا تحية لمديرية تربية سامراء ولكل من ساهم في هذه الحملة. نعم. أيضا ننتقل لموضوع آخر، موضوع التقشف اللي هو أصبح مثل آفة بالدوائر الحكومية، وخاصة الناس اللي تشتغل بأجور يومية بالمحافظات، وخاصة بالدوائر الحكومية اللي هم بالأجور اليومية أو بالعقود. اليوم وزارة الكهرباء مديرية توزيع الكرخ أصدرت كتاب قسم الشؤون الإدارية إلى مديريات والأقسام التابعة لهذه المديرية كافة، استنادا إلى توجيهات السيد مدير العام. تقرر فتح صندوق التبرعات باسم التكافل العائلي والتطوعي، يفتح لمدة أسبوع من تاريخ 18 إلى 24/2 عام 2016 في كافة التشكيلات. الهدف منه جمع مبالغ من الموظفين الكرام الذين لهم القدرة على التبرع بأي مبلغ ممكن لمساعدة أخوانهم وأخواتهم العقود على الخطة الاستثمارية والأجور اليومية الذين لم يستلموا رواتبهم راتب شهر كانون الثاني 2016 مع فائق الاحترام. يعني هذا الكتاب اللي مديرية توزيع الكرخ عممتها على الأقسام اللي تابعة إلها من أجل فتح صندوق التبرع للمواطن، يعني منهم وإليهم. يعني الموضوع صار أنه ماكو رواتب، الميزانية ما توصل كاملة لوزارة الكهرباء، فبدأ وزارة الكهرباء وبعض المديريات اللي خاص أو تابعة لوزارة الكهرباء بدأوا شي يسوون، يفتحون صندوق التبرع حتى يتبرعون للموظفين وكأنهم حمليهم مني يدي يصدقون عليهم. حبيبي هذا مو شغل الموظفين ولا من واجب الموظفين أنه يتبرعون ويفتحون صندوق التكافل العائلي. المفروض أنه الحكومة المركزية وزارة الكهرباء هي اللي تقوم بدفع رواتب الأجور والأجور اليومية وأصحاب العقود اللي تابعين أو اللي يعملون بهذه الدائرة. احنا موضوع التقشف يا ريت انه ينتهي بوقت سريع، لانه كثير تعب الموظفين اللي هم خاصين بالأجور اليومية والعقود. يعني الموظفين يجمعون لإخوانهم والعقود. اخوانهم وخواتهم. طيب نروح الى عيون اخرى، نروح الى البصرة، وصورة اثارت يعني استهجان الكثير من اهالي البصرة وتعليقات بالمئات على هذه الصورة. هناك تماثيل لدلافين موجودة في البصرة في الكورنيش أمام بيت المحافظ، تم تغطية يعني كل تشوفون أنتم كل زوج موجود في مكان معين، تم تغطية أحد الدلافين. يعني ما نعرف، يا ريت اللي وضع هذه البطانيات وغطى الدلافين أو واحدة من الدلافين يفسر لنا، إحنا ما نريد يعني لا ما نريد يعني نقول له ليش أو ما راح نقول له شيلهن، بس مجرد يقول لنا شنو السبب. هل لأن يعني أكو ناس كثيرة فسرت الموضوع أنه قد تكون الدلافين هي أنثى فتم تغطيتهم، وأكو ناس يقولون بردان الدلافين، وأكو ناس يعني كثيرة التفاسير. فيا ريت صاحب الفكرة يقول لنا فكرته شنو أو التحليل المناسب لهذا الموضوع. إذا التماثيل هالشكل مضايقتنا فنرفعهن أفضل مما أن نغطيهن ونشوه معالم المدينة. عيب، احنا وصلنا 2000 راح نخلص، ما بقى شيء هم 2016، غمض عين فتح عين، ان اصلين وصلت واحنا لحد الان يعني ندور بالزوايا، دوروا عن مشاكلنا الحقيقيه والعميقه. احنا مقبلين على مجاعه حقيقيه وناس تفكر انه تغطي تماثيل خوفا، ما ادري يعني ما اعرف من الحسد. يعني ما اريد نقول غير شيء بس نقول من الحسد، يعني خافوا من التماثيل اللي نصبت على الكورنيش امام مبنى بيت المحافظ يغطوهم من الحسد حتى ما يحسدون ويقولون ان المحافظ بنى أو سوى هذا النصب اللي خاص بالتمثيل. الله يساعد الدولفين علينا. طيب هذا كل ما كان عندنا اليوم في أهل المدينة، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبة والسلام في ملة. إذن وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء.
We'll be right back.